كل واحد فينا كيفاش كيبغي يعيش، كيفاش كيبغي أمن سيارته. هادشي علاش تأمين الوفاء كيقترح وفاء أوتو في حلة جديدة، ضمانات وخدمات مبتكرة ومتميزة توالي من الجميع. عن تأمين الوفاء كل واحد فينا كيلقى التأمين اللي كيوالمو. هذا هو وفاء أوتو لينا كاملين. للمزيد من المعلومات اتصلوا بإحدى وكالاتنا. تسلم محمد عاطف أبو التوائم الخمسة الذين رزق بهم خلال الأسبوعين الماضيين مفاتيح الشقة الجديدة، وبهذا ستتمكن الأسرة من الانتقال من الحي الصفيحي بسيدي مؤمن القديم في الدار البيضاء للعيش في هذه الشقة التي تم تجهيزها بالكامل وبأحدث الآتات، خاصة غرفة الأطفال التي تم الحرص على تجهيزها ليتمكن الأطفال من الشعور بالراحة والأمان ولضمان نموهم بشكل سليم. الله غادي يجيو، راني خديت السوار اليوم غادي يجيو للدار ديالهم ان شاء الله، والله يجازي هاد المحسن الله يجازيه بخير، سي طاهر المؤسسه سي طاهر الاعمال الاجتماعيه الله يجازيه بخير، يعني لقيت الدار مجهزه بكل شيء، يعني ندير الساروت ديالو ندخل ونسكن الله يجازيه بخير، يعني تبارك الله هادشي اللي لقيت راه ما كنتش كنتصور غنلقى تبارك الله هادشي كامل، يعني ما تبارك الله فين كنت وكيفاش وفين وليت تبارك الله الله يجازيه بخير الحمد لله. تبلغ مساحه الشقه 131 متر مربع وتوجد في مدينة المحمدية، بحيث تم تمليكها للأسرة ملكية كاملة. وقد تجاوبت مؤسسة الطاهر للأعمال الاجتماعية مع النداء الذي كان أطلقه محمد عاطف والد التوائم الخمس الذين ولدوا في العاشر من الشهر الجاري في مستشفى ابن رشد في الدار البيضاء. اتصل مباشرة برب الأسرة وأخبره بأن المؤسسة توفر شقة العائلة، وأنا ذا كانت الفكرة أن الشقة ستكون 67 متر، لكن بمجرد ما السيد طاهر بمزاغ رئيس المؤسسة الطاهر زار الشقة لكي يطلع على الأشغال أين وصلت، لأن المؤسسة هي التي ستتكفل بتجهيزها من ألفها إلى يائها، لاحظ بأن 67 متر غير كافية بالنسبة لخمسة أطفال ولأسرة، لذلك قرر عوض 67 أن توفر لهم المؤسسة شقة والتي تواجد فيها الآن ب 131 متر مجهزة بكل ما تحتاجه الأسرة والأطفال. ومن جهة أخرى قررت المؤسسة كذلك منح الأب فرصة عمل قار، وذلك عن طريق استفادته من تدريب مهني بدعم من المؤسسة، وبالتالي سيدمج في سوق الشغل ليتمكن من تحمل أعباء وتكاليف ومصاريف أسرته الصغيرة. أكثر من ذلك كان النقاش هو المساعدة ديال الأسرة لا تكفي، لأن مساعدة الأسرة هي ظرفية، وقد يبدأ المشكل بمجرد ما يتسلم الشقة، لأن المورد اليومي الإنسان إما أن يكون إنسانا مواطن له كرامته أن يكون عالي، لذلك فكرت المؤسسة وفكر السيد طاهر بمزاغ بأنه هذا الشخص غادي تكفل المؤسسة باش دير له واحد التكوين وتدريج مهني لكي يتمكن من اكتساب حرفة ومهنة، وبعد ذلك فالمؤسسة ستتكفل بإيجاد عمل قار لهذا الشخص حتى لا يكون على أحد، وحتى يكون مواطنا كريما يمارس مواطنته بكل ما تحمل الكلمة، وحتى تكون المؤسسة كذلك وفية لأهدافها المسطرة وهي المساعدة التضامن قيمة إنسانية ورسالة حضارية، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بصيانة كرامة المستفيد. تحول كبير إذن في حياة هذه الأسرة التي ستتمكن بفضل ذلك من العيش في ظروف أفضل من تلك التي كانت تعيشها في الحي الصفيحي.